السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا كذلك على الرقراقي. ديروا واليد صادي نهضر على الاتحادية تاعنا، ما ديروش واليد صادي نهضر على الرقراقي، ونقول لكم تحية لقجع متالي كاع. ديروا واليد صادي، ما ديروش واليد صادي، نقول لكم تحيه القجع وتحيه واليد صادي الاخر وتحيه الرقراقي. هذه هي انا بروحي مستعرف بواليد صادي بهذا الرقراقي خدام خويا زياش. قالوا كي والو نريح، ماشي يجيب جواري يدير كوتشيزو في الزنقه يجيبها يحطها في القائمه، يقول له شخصيه قويه مكاش يدخل هذه كيف. قالوا راني جاي ديرني ديرني كيما نهار العام اللي فات في السنه في مارس، في مارس هذا مارس اللي فات في رمضان تعقلوا لها قبل بارتيه بسيمانه سليماني تبليسه اوندرليخت كان يلعب في اوندرليخت ضرب دوره في ماك لعب في ماك لعب سي مارس ولا وطردوه التبليسه. مي التبليسه قال لك المشرف تاعنا يستنجد بقيوس محيوس صح. من بعد مي دارو قائمه صابو بنجاح سليمان يربط كابتو يدخل التربص ديريكت. انت كي تسمع باللي واحد صايك بعيده جبنا لعاب جوار هذاك ما يدخلش التربص والله ما يدخل ما كاش. هذه ولينا شو غي هنايا برك هذا مكان بدو مي ديزنا بروح ولينا شو هاد السؤال هذا البت كابتو دخل يدير في التربص حتى عيط له النادي قالوا هاي قالوا المحضر عندنا لي فيديو عندنا خويا غادي تلعب ولا تكمل لي زونترمون تاعك غادي انت تحمل المسؤوليه انت تداوي روحك. خاف على روحه خرج ماشي المدرب خرجه. تجي القائمه تعيط الاونت تعيط الغارديان يجي هنا من بعد يقول لك باين اعتزل اودي او جيب غارديان جيب غايا مربع جيب غارديان واحد اخر. كون جبت نابيل والناس في طوما يجنسوش في قطر كون جبتو في بلاصة واحد ما يعتزل. ومن بعد تجي تقول لي هدر عليه هدر على الندوة، ما انا هدرش ندوة صحافية، ندوة صحافية تاع نهار الحد انا نقول لكم شنو فيها، فيها جو مي كوتي جو مي ديكوتي جو مي ديكوتي، فيها أجوبة واجدين، فيها صحافي غادي يطرح لي سؤال. انا نقول لكم يقول له بصح سمعنا باللي غادي بيت روح تدرب النادي اللي راه فيه محرز، هو غادي يقول لا انا يا بلادي البلاد منا 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 واحد الهضره هذيك تاع وفيها تاع فانيك راك عم يقولوا باللي انت اللي تعين رؤساء يعني غادي يقولوا انا خاطيني اللي بيت ديروه ديروه انا خاطيني جبدوني انا فيها وفيها شويه شويه دغدغ لاصحاب الفرفاره. هذا مكان ما عنديش عليه شعبويه نهضرو الصح مدرب وصل دومي فينال كوب دي موند وصل دومي فينال كاس العالم. انا نحضر على هادو ما نحضرش على واحد انايا جا الاخضر بالريس قال لهم كره وحنا كنا نوصلوا فينال نديرو خير من المغرب وانت سيراليون دارت لك 0-0 غينيا استوائيه ربحاتك سيراليون في الجروب في الجروب في كوب دافريك في الجروب انت كلاسيت الكاتريان وتجي تقول لي بنروح كوب دي موند كوب دي موند بالمايس بالمايس كوب دي موند بالمايس واو لله بالمايس ديروها كوب دي موند تاعكم. وين تحدث الناخب الوطني المغربي وليد الرقراقي عن سبب استدعاء اللاعب عبد الرزاق حمد الله الى قائمه المنتخب لمواجهه ليبيريا وبوركينا فاسو. وقال الرقراقي في ندوه صحفيه منعقده صباح يوم الخميس عبد الرزاق لكي أعطيه حقه لم يبدأ أساسي باستثناء مباريات رأس الأخضر وكمهاجم هذا ليس سهل عندما تدخل كبديل ليس مثل ما تبدأ أساسي. والمشكل اللعاب مع المنتخب هو أنه لديه يوسف نصيري مهاجم يعني شو كيف وبص على أنا شو ديفوا ديفوا نقول هذا الحمد لله كوي ما عيط بصح كي تفرج فيه في البطولة يعني البنت لي ماركاه مع بنزيما ومنه ومنه كلاسي بيدي مية أحسن هداف كيما ضربك وقيل راه هو
هو اللي راه يقود هدافين الدور السعودي. وتبع عندما يدخل لعاب ولا يكون في مستواه، البعض يقول أن مكانه ليس في المنتخب، لكن أنا أرى الأرقام. الحمد لله بعد كأس العالم سجل 25 هدف، هو الأحسن هداف بعدما يأتي يوسف المصيري ب 18 أو 19 هدف أعتقد، ثم كعبي ب 10 أهداف وشديري ب 8 أهداف، يعني الأفضل 4 هدافين هم معنا في القائمة. عبد الرزاق من الممكن أن يكون بحاجة للوقت ليقدم أفضل ما لديه، لذلك هو لازال معنا، وفي اليوم الذي سأكون فيه متأكد أنه لن يقدم إضافة، لن يكون في القائمة حينها. لكن اليوم لا يمكن أن أنتزع حق اللاعب، سجل 25 هدف، يمكن أن أفعل ذلك لو كان أولوند مغربي، وأنتم يمكن أن تقولون لحينها لماذا تركت أولوند واخترت عبد يعني حمد الله، أو لو كان فابي مغربي يوظيف الرقاقي ويضحك. وأردف اليوم كمهاجم مغربي من يمكنه بهذه الأرقام استبعاد حمد الله من قائمة المنتخب لنتكلم في كرة القدم. هناك مهاجم واحد يبدأ المباراة في نظام الذي اشتغل به، وهذا المهاجم هو نصيري، يعني أن المشكل ليس في حمد الله، المشكل هو أن نصيري يأخذ مكانته أساسي ويؤكد على ذلك. وأتم الحديث اليوم، حمد الله هو بديل في المنتخب، هل هناك أفضل منه؟ بالنسبة لي لم أجده بعد، ليس لدينا 40 مهاجم في المغرب يلعب رفقة فريقه ويسجل أهداف، يعني لنكون واقعيين. سبحان الله، خدام إنسان خدام علي يا خويا. اتحادية كومبلي البوط الأخرى صوالح حمشي طاقين يديروا رئيس اتحادية، ياه تتهربوا وبالعاني بغيني أنا نهدر. الناس كيفاش تخدم خويا، والله ما على باله ما زياش ما كاش تربح دو صحابيه شتو ساعه قعدت حدا لا جو سوايع اربع سوايع عرفتو انت يا الاخر يوصل الرقراقي يوصل دومي فينا كوب دي مون يقعد يهضروا معاه عادي، والله لا عادي نورمال ما كاش كاع مشكل. ما قالوش بلي انا يا انتوما اشتكوا مقبل ولا نورمال، هيا لو نستغلوا فايشو سمحوا لي نستغل نعطيكم قائمه تاع تونس لمباراه مصر في الحراسه المرمى، ايمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، خط الدفاع علاء غارم، علي عبدي، علي معلول، منتصر الطالبي، نصر الغندري، اسامه الحدادي، وجدي كشديري، ياسين مريح، يان فاليري، خط الوسط إلياس الصخري، حنان بعد، حمزة الرفيعي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، سامي شوشان، خط الهجوم علي يوسف، أنس الحاج محمد، إلياس العشراوي، إلياس سعد هيثم، عمر العيوني، يوسف الله سيف الله اللطيف، يوسف المساكني، سيف الله اللطيف. سيف الله اللطيف أفضل اسم قريته، سيف الله اللطيف. أودي ولدي قريب إن شاء الله ربي يزيد عندي غريان يا ودي، والله لا سميته سيف الله اللطيف. اسم شباب ماركيه سيف الله اللطيف، أفضل أسماوات سيف الله اللطيف. أودي غريان راه جايين يقولوا إن شاء الله ربي، أودي سيف الله اللطيف اسم منطقطق، سيف الله اللطيف أفضل اسم قريته، سيف الله اللطيف.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.